البر من ريح الخزامات عطار فيها النف المين وصف يوم عديت ما بين فقم سلن على الأرض حدا من البن حبات ودقه بنجر من سمع له يرودي وكبه برسلان على النار مركة صفرة لرعب. وصلنا أم الجماجم، نزلنا على فيضة الرحبة، عقب ما نصبنا خيمتنا وتريقنا وعينا من الله خير نزلنا رحنا النفود. خلفات
طيب الماء ابو بندر يا ابو بندر يا هلا ابو عمر وين تبون وين خاطركم نروح والله وشو سعدنا والخزامة وثتات يدلي على الملهود حر الهودي وهذه مشاهي ولا الناس شهوة طبعا من الشغلات الضروريه اللي تدخل النفود عشان السياره ترتاح انك تنسم على التواير يلا بسم الله شرقي يا ضلع المراقي عشرات غربي يا هدف المراقي ويا اللي تبي للنفس طيب الملذات اكشت بدار بين ضلعون هودي وشرقي يا ضلع المراقي عشرات وغربي يا نفد مرابي جودي وشغلة ثانية عندك يفضل أن يكون جهاز عشان تتواصل السيارات مع بعض لدشية النفود لأن أحيانا اللي صعدت السيارة ما تبين السيارة الثانية فما يدري هل هو عبر ولا ما عبر من باب الاحتياط السيفتي أن يتواصلون يلا عبرت يلا تفضل حياك دربالك يميني يساري وهذه طيب طرف بيني وبينك النفس طيب الملذات اكشت بدار بين ضلعون هودي شرقي يا ضلع المراقي عشرات غربي يا نفد المرابي جودي وفرش فراشك بالطعوسة الطويلات وحطب ضوك من عبالها وقودي واحمس بمحمسك من البن حبات ودقه بنجر من سمع له يرودي وكباه برسلان على النار مركعة صفرة لراع الكيف شوفاه يقودي وحفها بيمينك يا عشر الخوندات حتى يجيل الكيف كيف نبزودي ومد النظر في خايع فيه خلفات حيرانه ما بينه شعل سودي واحلب من الخلفه وغمس بتمرات في رغوة فوق الجدح فتر زودي طيب الملذات اكشت بدار بين ضلعون هودي شرقي يا ضلع المراقي عشرات غربي يا نفد المرابي
من زمان بخاطري أيها المكان، هنا والصمان بالربيع قوة الربع طيبين، عاد عزمنا وقلنا نتوكل على الله، واليوم قلنا نقعد بالدهنة وبهالطعوس بالنفود، ومن باكر يعني نقعد بهالمكان ولا نشوف لنا مكان ثاني. بس قاعد بهالمكان وهالجو وهالهواء اللي يرد الروح، اشتبي بالديرة ولويتها. أنا عن نفسي هذه متعتي وهذه القعدة اللي أدورها من زمان. هذا ممدوح، سميته ممدوح لأن كل الناس يمدحونه وكل الناس يعرفون فعله ويعرفون طيبه. عاد قلنا نيبه هني بالنفود يورينا طيبه ويبيضها، وهذا هو شايفينه واقف على الطعس زينة وزين فعله، فعلا ممدوح وكل الناس تمدحه. لاندسكيب تصوير يعني مميز جدا ومتنوع بشكل مو طبيعي. طبعا احنا هني قاعد نصور الكثبان الرملية، والكثبان الرملية او النفود يسمونها تتميز في الابعاد، تبين لك الابعاد في الصورة واحجامها تختلف على مد النظر طبعا، وخصوصا تصويرها في حزة الغروب من العصر للغروب، وان شاء الله نوافيكم نتائج طيبة ان شاء الله. هذه طلعتنا من الفير وصورنا بكل مكان، ماكو مكان ما صورنا. وطبعا حدنا يباع، وانا حدي يعان وحدي مقادر انطر عشا ابو بندر، يعني صراحه امدحوا لي وانا لحي ما جربته فراح اجربه اليوم. واحمس بمحمسك من البن حبات ودقه بنجرم من سمع لي رودي. يلا عبد الله تعال هنا كذي وخل عشان لا يعلق وصفن من حليب نياك يطيب عكرة البالي
يسوس ناس والاسماء بها عرى ولا تفلى ويشرون الزعل من صاحبه بجوى طواف عليه. هذا وين احطه؟ محور حاقد حطه برا. تحزم له فالسولة يرفون بمخاوها ولو في قوة تهزلها ويرفون الحذر لنن ياكل من بسبال حلاتة تذي عشان تاكل من غير لا تحس شنو مالة ماصر كل شيء. يلا عمرك صارت بالخال الخالي ورائنا الحلا كله براي الحود ودهن الحود وشرب الطيب الفالي هوا يلي إلى منا الدهر ضمان على الذلة تحزم له فالصولة من الدرعان في التالي هوا ينبر وهي الجبر ورائنا المنا كله هوا الحود ودهن الحود وشرب الطيب الفالي هوا يلي إلى منا الدهر ضمان على الذلة تحزم له. الله ابدعك بفرض الصلوات وعيد وسلم على من تبعنا يا رب يا من حط نار وجنات من يبغي الجنات يمشي على رضاه من بعدها يا هادي سيسجل ابيات ابيات في وضح زيادة منكاه ابيات في وضح زيادة الله ابدعك بفرض الصلوات وعيد وسلم على من تبعنا يا رب يا من حط نار وجنات من يبغي الجنات يمشي على رضاه من بعدها يا هادي سيسجل ابيات ابيات في وقت زياد النقاه ابيات في وقت زياد النقاه المزاين سكت وضح الرهيبات وضح انت نوم سنينها المثارة وضح انت خلي خصمها دوم بالذات يمرها تسعه وتسعين بخطاه يمرها وسجل الثار علامات يخشى الهزيمة والبلا لا هزمناه يا اهل المزاين والتحدي بثارات لكل قرم تذبح القوم لكن قرم اذبح القوم شلفاه يما المزاين سكت وضح الرهيبات وضح انت نوم سنينها المثارة وضح انت خلي خصمها دوم بالذات يمرها تسعه وتسعين بخطاه يمرها وسجل اكثر علامات يخشى الهزيمة والبلا لا هزمناه يا اهل المزاين والتحدي بثارات لكل قرم تذبح القوم شلفاه لكل قرم تذبح القوم شلفاه بسم الله ابدعك بفرض الصلوات وعيد وسلم على من تبعنا يا رب يا من حط نارا وجنات من يبغي الجنات يمشي على رضاه من بعدها يا هادي سيسجل ابيات ابيات في وضح زيادة منقاه أبيات بي وفحا زيانا النقا حناها للتاريخ في ماضي فات واليوم كل حق يا
يده بمخبأ. هذا كلامي وادخلوها لذاعات، ومن لا يثمن وقفته ما مدحنا. يا راعي الوضع المزاير لجات، ما فيكم اللي قاصر ما حسبنا. كلن على المعد يعد المسافات، تمشي به الساعات والناس تنخى. تمشي به الساعات والناس تنخى. حنا أهل التاريخ في ماضي فات، واليوم كل حط يده بمخبى. هذا كلامي وادخلوها. ثاني ليلة طلعنا من الرحبة، توجهنا لفيضة التنهات. يوم وصلنا الفيضة تفاجأنا من الزحمة، وما عجبنا الوضع، فبعدنا عن الفيضة ندور المكان النظيف عشان نستمتع فيه، وهذا المكان اللي احنا وصلنا. تنشبه الساعات والناس تنخى. بسم الله ابدعك بفرض الصلوات، وعيد وسلم على من تبعنا. يا ربي يا من حط نارا وجنات، من يبغي الجنات يمشي على أرضاه. من بعد ما يهاجي سيسجل أبيات أبيات. طبعا أنا مالي شغل من بر ولا بالطعوس والبر والكشتات، أنا راعي بحر، بس من كثر ما شوقني نجم مصباح بصور البر والمناظر والنفود والطعوس، قلنا نجرب هالمرة إن شاء الله إنها ما تكون آخر مرة. طبعا أنا جيت متأخر حق الشباب لأنه كان عندي دوام، وبرد مبكر هم عندي دوام، بس انا جايه برد شبدي بالنفوذ هذا اللي هو. بسم الله ابدعك بفرض الصلوات، وعيد وسلم على من تبعنا. يا ربي يا من حط نارا وجنات، من يبغي الجنات يجي على رضاه. من بعدها يا هاجي سيسجل ابيات ابيات في وضح زيادة منقاه. ابيات في وضح زيادة التصوير واحب الكشتات، فلما الشباب قالوا بيروحون السعوديه قلت لازم اروح وياهم، لانه راح اجمع بين التصوير وبين الكشتات، والصراحه الطلعه هذه ما تتطور.